أنا أدركت ثلاثة أحوال في العراق. قبل الحرب العالمية الثانية، يعني قبل 40 سنة، رأينا العراق شبه إسلامي، وكتب كتاب أنا حول هذا الموضوع مو مطبوع، اسمه كتاب بقايا حضارة الإسلام كما رأيت. ورأيت العراق بعد الحرب العالمية الثانية شبه ديمقراطي، مو شبه إسلامي وإنما شبه ديمقراطي. ورأينا العراق في حالة ثالثة قبل 26 سنة، وإلى الآن ديكتاتوري بحت من أيام الجمهوريين. يعني ثلاث أحوال أنا شاهدت في العراق شخصيا: شبه إسلامي، شبه ديمقراطي، ديكتاتوري. كلكم أعماركم لا تقتضي أن كنتم رأيتم الحالتين السابقتين للعراق، إنكم كلكم رأيتم العراق في حالة الديكتاتورية، يعني في الحالة الثالثة. الآن نحن نذكر شيء من الحالة الثانية في العراق، وهي حالة شبه ديمقراطي، ولا نذكر هذا الشيء كتاريخ، وإنما نذكر هذا الشيء حتى نعرف أن العراق في المستقبل يجب أن يكون كيف، وأن كل صورة بغير هذه الصورة هي صورة غير صحيحة، يجب أن لا يقبل بها ولا نخدع كما خدعنا. حالة الديمقراطية في العراق أو شبه ديمقراطية، مو ديمقراطية كاملة، والتي رأيناها كانت العراق أوضاعها مستقرة إلى أبعد الحدود من الاستقرار. الرخص بصورة جدا غريبة في كربلاء، والتي أنا شاهدتها 400 قسم صناعة فيها، 400 قسم، وكان فيها الاكتفاء الذاتي، إلا أشياء جدا قليلة كانت تستورد من الخارج، السكر، القماش، كثيرا مو كلا كان يستورد من الخارج، ولا البضائع كلها من نفس البلد. البطالة مو موجودة إطلاقا، لأن كل الناس يشتغلون ولهم شغل. الإعدام إطلاقا مو موجود. إني أذكر أن الإعدام الذي حدث في العراق فقط 5 إعدامات فقط، واحد إعدام لأن هذا الشخص كان قاتل فرد حاكم في المحكمة فأعدم هذا المقاتل، وأربعة من الشيوعيين الذين قتلوا كانوا من النواة المركزية للحزب الشيوعي فقط. اللي أذكر في العراق قتلا 5 فقط في حالة الديمقراطية، يعني بعد الحرب العالمية الثانية من قبل 40 سنة إلى قبل 26 سنة، هالفترة يعني 14 سنة. الأمن مستتب، الناس آمنين على أموالهم، أرواحهم، دماءهم ليل نهار. السجون كانت كلش فيها قليلة الناس. أنا ما أدري سجون العراق إيش كثر الناس كانوا فيها، في الحقيقة ما أدري هذا الشيء، بس سجن كربلاء أذكر، وفي كربلاء ما يقارب 100,000 إنسان غير اعتراف كربلاء، 3 أحيان، أحيان 4، أحيان 5. السجن ما كان أكثر من هالغرفة مجموعة، نشيلوا هذا هالغرفة مجموعة. هذا السجن كان في السراي، لأن دار الحكومة كان في كربلاء تسمى السراي. السجن دائما الشكل 4، 5، 3. هذول الناس المجرمين أيضا، يعني مثلا سارق أو مثلا ضارب فرد واحد 60 أو ما أشكل.
الخوف مو موجود اطلاقا. انا شخصيا كنت نصف الليل اروح اتمشى شخصيا انا، يعني ساعه 12 من نخلص اعمالنا كنت اروح اتمشى. احيانا ما اتمكن اتمشى ساعه نصف الليل وقت السحر اروح اتمشى وحدي. اما انسان يحتمل حتى حرامي يبوك عبائم اخو كنت اروح بسراتين اطلع اطراف كربلاء قسم منكم شايفين باب بغداد باب نجف باب حور باب طويريج كنت اتمشى. احيانا كنت اخاف انه يهاجمني كلاب كل ما بساتي. اما غير هذا اطلاقا مو موجود. الخطباء احرار فيما يقولون، خطباء كل شيء يقولون. الكتب كانت تكتب بدون اي رقابه او شيء، كتب كانت تكتب. ومن هذا القبيل الاستقرار، كل الناس عندهم سلاح تفق عندهم، كل الناس تفق او مسدسات، لان هذا كان مباح. وحتى في كربلاء بالذات اللي انا اذكر ولا نجف حل الكاظميه كلها كانت شكل كانت دكاكين لبيع الاسلحه ولصنع الاسلحه، لان الناس ما يقتل بعضهم بعضا ماكو داعي، بل احيانا تصير نزاعات في العشائر، لكن في المدن او هالشكل اصلا ما كان. حوزات العلميه مزدهره الى ابعد الحدود، في النجف ما يقارب 7000 او 12000 طالب كان، في كربلاء 1000 تقريبا طالب كان، في كاظميه وبغداد في سامراء حوزات العلميه مزدهره. الزوار كانوا ياتون بمئات الالوف، وصحن الحسين صحن النجف صحن العباس صحن كاظميه الى نصف الليل منفتح، ومن طرف الاذان قبل ساعتين من الاذان ايضا يفتح. حتى انا في مره رحت الى بغداد قبل الاذان نروح الى كاظميه، كنا في بيت شفنا قمنا ساعتين قبل الاذان ساعه ونص قبل الاذان الشكل شفنا هيك يعني مثل النهار، سيارات ناس رواح مجيء، لكن مو مثل النهار كاملا. ركبنا سيارة رحنا إلى كاظمية، لبالنا أنه بعد وقت شفت الحفرة مخبصة من الناس ساعة ونص قبل الأذان أو ساعة قبل الأصل، ناس يروحون يجون. الزراعة كانت مزدهرة إلى أبعد الحدود، الزراعة الرخص كان شيء غريب لا يصدق، يعني كيلو لحم في وقت الغلاء صار 30 فلس وبعدين 40، عبد الكريم من أجي وصار الجمهورين صار 60 فلس، وزنه يعني 100 كيلو رجي نشتري ربع دينار، يعني كل كيلو فلسين ونص. الدجاج 20 فلس، البيض 8-4 فلوس وأحيانا 6-4 فلوس بيض، الخبز فلس وأحيانا 6-4 فلوس. عراق مزدهر، حرية، زراعة، تجارة، صناعة. مثلا الزراعة كانت حرة، وحتى القشق كانوا يجيبون شيء غائل، القشق كانوا يجيبون قشق فش إذا الحكومة تأخذ القشق شيء وانتهى الأمر، شيء يأخذ منهم فلوس أو فرد 3 أيام 5 أيام سجن وفي أمان الله روح. ولذا الأسواق كانت ممتلئة بما يسمى بالقشق، ولو في الإسلام قشق ما هو إطلاقا، الإسلام فيها تجارة حرة من طريق السعودية ومن طريق الكويت ومن طريق سوريا، كانوا يجيبون سيل قشق. هذه كانت الشرق، والسبب لهذه الحريات وهذه الازدهارات وهذا التقدم في البلاد اللي انتم كلكم ما شايفين هذا الشيء واقع كلكم. واذا شايفين مثلا فرد واحد عمره اكثر من 26 سنه شايفه هو طفل وهو ما يشعر بهذا الشيء، سره ان القدرات كانت موزعه. ليش قدرات كانت في العراق؟ قدره الحكومه والمتشكلة بالأحزاب، كان في العراق 44 حزب، يعني بالضبط 44، مو أنه كمثال أقول، لأن مسجل أسامي الأحزاب في بعض الكتب العراقية. كان قوة ثانية قوة العشائر والتي بأيديها السلاح، كان قوة ثالث بالعراق قوة المراجع والشعب مع المراجع. ثلاث قدرات كانت موزعة، وكل هالقدرات كلها أيضا موزعة أيضا. يعني شنو يعني قدرة الحكومة الأحزابية؟ ما كان حزب واحد، حزب 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 مشكل. كلهم لهم صحف حرة، كلهم لهم حق الانتقاد، كلهم يقرأ في الإذاعة والتلفزيون، وكلهم في قبال الآخر. فإذا هذا الحزب الحاكم كان يسيء إلى بقال، فورا غدا الأحزاب الثانية في صحفهم الكبيرة بالخط البارز يكتبون شنو هالوضع في العراق؟ ليش تعدي على فلان بقال في فلان قرية؟
فكانت الحكومة ترتجف من الأحزاب الحرة والصحف الحرة، ترتجف واقعا. المتصرفين، الوزراء، الوكلاء، وكلاء المجلس انتخابات حرة الآن كانت أو شبه حرة، المدراء العامين، كلهم كانوا يخاف من الآخر في تعدي على الناس. أنا شخصيا شفت أنه متصرف، متصرف لواء كربلاء، مال كربلاء والنجف وشفافة والمسيب، المتصرف شخصيا يأتي في الصحن يقعد على القاع ويقبل إيد العالم الموجود هناك، هم على مرجعها. حتى أنه شنو، حتى الحزب الآخر ما يقول هذا المتصرف مو صالح لأنه يغض الناس. الوزراء، رئيس الوزراء، الملك، كلهم يجون وناس عاديين. أنا شخصيا شفت شمر الملك إجا إلى كربلاء وإلى النجف، أنا شفت أيضا ملك إنسان بس أنه يحترموه من فرد شارع شوي بعيد عن الصحن ينزل وكم واحد وياه وفرد كم بوليس كديكور هذول واقفين يصفقون الناس، الناس مزدحمين فوق تحت يريدون يباوعون الملك. وحقيقة إذا كان الناس يريدون أن يقتلوا الملك كانوا قادرين أن يقتلوا ألف مرة، مو مرة ومرتين وعشر مرات وخمسين مرة، لأن الناس مزدحمين هم واحد يجي يمشي حتى يصل إلى الصحن. وفرد مرة مرتين شفت أنه فرشوا الزولية في الشارع، نفس الكسر فرشوا لأن يحبوه الملك. أنا شفت هذا الشيء في النجف، شفت هذا الشيء في السوق الكبير، فرد مرة كنا في النجف، وفي كربلاء شفت هذا الشيء في شارع قبلة الإمام الحسين وبين حرم العباس وحرم الحسين. هذول آمنين يعني، حتى نفس الملك آمن في مجيء في رواحه، بس أنه لأنه شخصية كم واحد يحتفون به. هذا هو علماء المراجع أيضا كان موزع ناس بعيدهم، لأن كل مرجع له مقلديه، كل جماعته وكل شخصيته. عشائر أيضا موزعة، لأن مو عشيرة 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 عشيرة، هذول كانوا متقابلين كلهم. وقوة العشائر كانت مع المراجع المقلدين، ولهذا الحكومة كانت تخاف من المراجع فرد خوف كبير جدا، قدر بأيديهم. والحكومة عندها سلاح، الناس عندهم سلاح. وهالأمن اللي كان للحكومة سببه هذا، لأن الناس تعدي على الناس، إذا ما أحد ما تعدى عليك تقتله، إذا أتى زراعتك، تجارتك، صناعتك، رواحك، مجيئك، كل حور، إعدام ما موجود، سجن ما موجود، تدريس تقتله. حتى أنا أذكر فرد خطيب، هسه ما أجيب اسمه، في النجف هاجم الحكومة، هاجم الحكومة وقال للناس أسقطوا هالحكومة، هالحكومة مجرمة، هالحكومة فاسقة، هالحكومة فاجرة، هالحكومة كافرة. فرد خطيب كبير هاجم الحكومة مهاجم القارصة. فلما وصل الأمر إلى بغداد أمروا بتبعيد هذا العالم، هذا الخطيب، فبعدوا إلى كربلاء، من نجف إلى كربلاء، وفرد فندق، فندق الحسيني في شارع مكان، هذا أخذوا الفندق له وخلوا في الفندق، والناس زعفات يروحون يمه ويجون ويودون بيبسي وقضاءه، بس أنه كان مبعد من النجف ومسجون في فندق، فندق الحسيني. أذكر الفندق كربلائيين إذا تذكرون شارع الإمام علي، فندق الحسيني تذكرون أين كان. هذا هم فرز الأسبوع بقي هناك، ثم أطلق سراحه ورجع للنجف في أمان الله. يعني هذا كان منتهى ما يأخذ الحكومة من إجراء غفر الواحد. خب بطبيعة الحال حتى الواحد اللي يقول اقتل الحكومة كذا شيء، لا شوف ماكو شيء، أي واحد ما عنده مشكلة، أي واحد تجارته، زراعته، صناعته، سفره، إقامته، كل شيء. مثلا أنا أذكر من إيران كانوا يجون قشق إلى كربلاء، فرد سنة أجوا إلى كربلاء قشق ربع مليون بالإحصاء. هو قشق هذا مو صحيح قانونيا، ولو أنه ماكو عندنا حدود جغرافية في البلاد الإسلامية، هذول كانوا يودوهم للمحكمة 100 واحد 200 واحد، من جل الأشخاص اللي كان يوديهم سيد أحمد الخاتمي الله يحفظه الموجود الآن هنا. فالحكومة تسأل منهم الحاكم، تسأل منهم كيف تريدون تبقون، يقولون على أنهم مثلا فرد الشهر رايحين السامرة والخاتمية ولا، يقولون لا ما رايحين، يقول إزيز. فأنت من كفيلة سيد أحمد كفيلة، لأن أسم العلماء كانوا يكفلوهم، أنت كفيلة إزيز، إيه وديهم كاظمية سامر رشيد، بعدين موديهم للحدود في أمان الله يرفون، وكل واحد فرد 50 فلس جرو يغرموهم 50 فلس.
أحيان هذا الآدمي هذا الإيراني يقول ما عندي 50 فلس، حاكم يطلع من جيبه 50 فلس يقول هذا 50 فلس إلك. واسم الحاكم إذا تسألون أحمد حامد الصراف. هذا حتى وزير الداخلية اعترف علي قال شنو تسوي هالشكل؟ قال أنا هذا رأيي مشرد يبدلني في أمان الله. قال لا يحكي. هذه الأشياء رأيناها مو في العهد الشبه الإسلامي، عهد الشبه الإسلامي كان أفضل. الآن من ردنا نقول عن عهد الشبه الإسلامي مو عهد إسلامي واقع، شبه إسلامي كان، هذا كان قبل الحرب العالمية الثانية، وهالقصص اللي أنقلها لكم بعد الحرب العالمية الثانية اللي شوية حكومة صارت قوية، شوية استعمار صار أكثر، شوية الحضارة الغربية تغلغلت في بلادنا أكثر، هذن الأشياء في هالعهد أنقلها. قلت لكم رأيت 3 نوبات في العراق قبل الحرب العالمية الثانية 10 سنوات تقريبا أذكر لشبه إسلامي كان. بعد الحرب العالمية الثانية إلى قبل 26 سنة للجاء عبد الكريم قاسم الجمهوريين، هذا شبه ديمقراطيكا. وبعد من إجى عبد الكريم قاسم دكتاتوري بحت وغربي بحت. وإلى اليوم هذا كان العراق. وحقيقة الازدهار إذا الآن أنتوا تشوفون هالازدهار ما تصدقون أصلا، يعني حقيقة إذا تشوفوه ما تصدقون، لأنه فرد ازدهار هسه بالنسبة للشباب كخيال مو كواقع. مثل الآن لو تشوف فرد جني هنا شلون تصدق الجني؟ هذه الحرية والرفاه والانتخابات شبه الحرة كله كان سبب هذا الموضوع، وهو توزيع القدرة بين الناس. الحكومة قدرة، وقدرة الحكومة أيضا موزعة في الأحزاب، العلماء قدرة، وقدرة العلماء أيضا موزعة بين المراجع، وعشائر قدرة، وقدرة العشائر موزعة بين العشائر. الموظفين كانوا في الشكل متعقلين، إنسان يتعجب في الحقيقة، موظفين متعقلين، لأن ما يجيبون موظف قدرة، وإنما يجيبون موظفين مطبوخين. مثلا الآن أمثل لكم مثال، كان الموظف بعد التخرج على المدرسة يصير وكيل مدير الناحية، بعد ذلك إذا أدى دوره بسلام يصير مدير الناحية، ناحية يعني قرية، إذا أدى دوره بسلام يصير وكيل قيم مقام، نائب قيم مقام، قيم مقام يعني قضاء، بعدين إذا أدى دوره بسلام يصير قيم مقام يعني قضاء، بعد ذلك أدى دوره بسلام يصير وكيل متصرف، بعد ذلك متصرف، بعدين وكيل متصرف بغداد، بعدين متصرف بغداد، بعدين وكيل وزير، بعدين وزير. 10 دورات لازم هذا يؤدي دوره بسلام والناس منه راضين حتى يصل إلى وزير. فهل وزير كان شايب أولا؟ أنا أخوي وزراء شفه كلهم شايب وكلهم محنكون عقلاء مفكرون. مكرر احنا الى بغداد الى وزراء، الوزير ماكو في غرفة السكرتارية ماله فرد مرة 3 أشخاص، فرد مرة 10، فرد مرة 5، كم واحد لا اكثر ولا اقل، لان ماكو اشغال، كل الناس على اشغالهم. فرئيس الوزراء، الوزراء كلهم يطلعون هالشكل بسيارته شخصيا يعني يسوق ويروح، يسوق ويروح، انا شايف هذا الشيء، حتى رئيس الوزراء هالشكل. بس ما يفكرون اصلا في قتل، شوفوا هذا في قتل. كل شيء مستتب وقوانين وكذا وهالأشياء جاري في البلاد. هذا كان وضع العراق الديمقراطي الذي كانت تحت الاستعمار الغربي أيضا، ها يعني كانت العراق تحت الاستعمار، لكن الاستعمار قد يكون اتخادمك تقول له انت خادم مالي يطيح حسك، قد يكون لفرد خادم يقتل وينهار ويضرب يسجن مثل صدام مثلا. في المستقبل العراق يجب أن يكون هكذا، لكن بإضافة الإسلام، يعني لازم قدرات موزعة، عشائر الآن موجودين، علماء الآن موجودين، بس قسم منهم في العراق، قسم في إيران، قسم في باكستان، قسم في لبنان، قطر الشرق وأحزاب. ذاك اليوم ما كانت الأحزاب تحت قيادة العلماء، كانت أحزاب رفنية، لكن في المستقبل يجب أن يكون في العراق أحزاب تحت قيادة العلماء. يعني الصورة الذي يجب أن يكون عليه العراق في المستقبل، شورى المراجع فوق،
أحزاب حرة إسلامية نابعة منهم يجمعون شباب. ثم من العلماء والأحزاب الإسلامية النابعة منهم القوة التشريعية والقوة التنفيذية والقوة القضائية تنبع هذا أصغر في العراق والبسطة. أما في العراق يجيبون فرد حكومة من الغرب يجب أن لا نقبل بها أبدا. ما كل العلماء الدور يجب أن لا نقبل بها. ما كل الأحزاب الحرة الإسلامية النابعة عن العلماء الدور يجب أن لا نقبل بها. نحن عندنا أحزاب إسلامية يعني إحنا نعتقد بالإسلام، إحنا نعتقد بالوطنية، وطن إسلامي كبير، حب الوطن من الإيمان، يعني كل الوطن الإسلامي. يعني يجب عليك أن تحب باكستان والعراق وإيران والكويت ومصر وسوريا، لأن كل وطن إسلامي. مو أنه تحب العراق لا سوريا، أو سوريا لا إيران، أو إيران لا باكستان، هذا مو وطن، هذا وطن غربي مو وطن إسلامي. يجب أن يكون في المستقبل صيغة العراق هذه الصيغة، صيغة الحكم في العراق شورى مرجعية فوق، أحزاب إسلامية حرة نابعة منها، كل حزب تجمع الشباب لها مجلات وجرائد تقرأ في الإذاعة والتلفزيون مشترك بين الجميع، وثم قوة العشائر أيضا موجود. إذا رجعت العراق إلى هذه الحالة العراق تبقى إسلامية ومزدهرة. أما إذا الغربيون والشرقيون جابوا بفلان وفلان 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 اللي الآن جاي يقولوا في المجتمعات وركبوا على العراق كحكومة، هذه الحكومة مرفوضة جملة وتفصيلا عن العراق، لا إسلامية هذه الحكومة ولا ديمقراطية هذه الحكومة. أما الإخوان اللي قاعدين شلهم دور دورهم في الخطابة يتكلمون هذا الشيء، أنتوا الآن إن شاء الله يصير شهر محرم بقول لكم تذهبون إلى مجالس تكلموا هذا الشيء. هالأشياء اللي الآن ذكرتها كل شيء يذكروه، يعني إذا الآن في مجلس شباب كلهم كانوا يذكرون هذه الأشياء التي قلتهم. دوركم دور الخطابة، دوركم دور التوعية، دوركم دور الكتابة. أنا كم مرة قلت للإخوان قلت لازم يكون لكم دروس في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع حتى تعرفوا أنه ماذا كنا، لماذا صرنا هكذا، كيف نكون في المستقبل، ماذا يجب علينا أن نكون في المستقبل حتى نكون هكذا. دوركم أنتم. وأظن ذات مرة قرأت لكم شعر الشيخ محمد رضا الشبيبي، هذا كان من وزراء في العراق، وفرد مرة هم كان رئيس المجلس في العراق، وفرد مرة أيضا رئيس المجمع العلمي في العراق، أخوندي كان. يا شباب اليوم أشياخ الغد أنتم متعتم بالسؤدد، فهذا الآن الذي نقول لكم مو قصة تاريخية، نقول أنا تاريخ انقضى الآن، نقول حتى كل إنسان يقوم بدوره يقول هذه الأمور، لأن أنتوا آباءكم وأمهاتكم الكبار السن كلهم يذكرون هذا الشيء، كلهم يذكرون هذه الأشياء التي أنا قلتها. سألوا منهم شفتوا الملك إيش إلى الكربلاء، يقولون شايفين، إلى النجف شايفين، إلى كاظمية شايفين، شفتوا الزراعة شايفين، شفتوا التجارة شايفين، شفتوا الأسواق مزدهرة شايفين، شفتوا اللحم اللي على الآن كل كيلو 6 دنانير 30 فلس شفتوا شايفين كلهم. قلت لما إجى عبد الكريم قاسم صار اللحم من 30 و40 إلى 50 و60 فلس كيلو. الخبز كان فلس، صار خبز من فلس فلسين، ومن فلسين 4 فلوس، ومن 4 فلوس ما أدري 10 فلوس. وهالشكل خربوا الأشياء. غربيين جاؤوا به، يعني ثورة عبد الكريم قاسم انقلاب عبد الكريم انقلاب غربي، هذول غربيين أيضا، لأن العراق كانت مزدهرة، الغربيين ما أحبوا أن يكون مزدهرة. العراق كانت شوية إسلامية، لأن قرايات ومجالس وشهر رمضان وشهر محرم، هذول قسم من هالعلقهم بعضهم تذكرون هذه الأشياء. من بصر كان يجون إلى كربلاء راجل للزيارات، من النجاف من كربلاء يروحون للنجاف، وفرق شيء غريب واقع لا يصدق، يعني أنتم ما شايفين حتى تعرفون أنه كيف كان، وما شايفين شبه أيضا حتى تعرفون كيف كان، حتى نقول هذا شبه هذا ما شايفين، مثل فرد واحد اللي ما شايف الدار بس شايف صحراء، كل ما تقول دار هالشكل هالشكل ما شايف مثل حتى تقول هذا هالشكل. لكن إن شاء الله في المستقبل تشوفوه في العراق. فاللازم على هؤلاء الإخوة
أن يهيئوا لشهر محرم وشهر الصفر أنفسهم للمنابر، وهذه المنابر يجب أن يكون فيها الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، وألف شيء آخر. وإلى جانبها اقتصاد، إلى جانبها السياسة، إلى جانبها الاجتماع، إلى جانبها أنه لماذا كان العراق هالشكل، ولماذا صار العراق هالشكل، وكيف يجب أن يكون العراق في المستقبل. إلى جانب هذا، وأيضا يجب عليكم كتابة هذه الأمور، لأنك طالب إذا طالب لازم يكتب. يقولون الطالب له أربعة شؤون: الدرس والمنبر والمحراب والتأليف. ميمان وتاءان: التأليف والتدريس والمنبر والمحراب. هذا يجب أن يكون في كل طلبة، لأن هاي من الطلبة. أما أنه يجيبون من الغرب لنا حكومة كما أنهم بناهم يجيبون، هذا يجب علينا أن نرفض هذه الحكومة جملة وتفصيلا. الحكومة يجب أن تكون حكومة من الناس، مراجع، شورى المراجع في فوق، أحزاب حرة إسلامية نابعة عن المرجعية، بأيديهم صحف حرة، قدرة موزعة بينهم، تلفزيون، راديو، كل شيء بأيديهم، وعشائرهم قوة موجودة، لأن العراق عشائرية. بس السلاح التي عبد الكريم قاسم نزع السلاح من أيدي العشائر لأجل هذا الموضوع، نرجع السلاح إلى أيدي العشائر. أنا أذكر عبد الكريم قاسم في أيام قلائل جمع من العشائر مليون قطعة سلاح، يعني صار سلاح بيد الحكومة صدام وعبد الكريم وعبد السلام، وسلاح من يد العشائر سقط، توازن القوى اختلف، انتهى كل شيء. يعني غربيين هالشكل خططوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنح العراق وسائر بلاد الإسلام حكومة إسلامية صحيحة إن شاء الله. ويجب أن نذكر أنه ما ذكرناه من العراق، العراق كجزء في العالم الإسلامي. إحنا مو لازم همنا للعراق، إحنا لازم همنا لألف مليون مسلم، وكل هذا الشيء لازم في ألف مليون مسلم يكون. هل حدود الجغرافية المكتوبة تسقط؟ وهل عرب وعجم وهند وترك وانقطاع الأخوة الإسلامية يسقط وترجع الأخوة الإسلامية وترجع القوانين الإسلامية في كل العالم الإسلامي؟ وإنما نحن نذكر العراق كجزء، ولأن أكثركم عراقيين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.